خطواته هنا وأنفاسه هنا وشارة النصر هنا وهناك. ياسر عرفات الرجل الذي حمل القضية وسار بها في كل الدروب والمواقع، قاتل وناور وحوصر ورحل وفاوض وصمد وعاد إلى هنا إلى أرض الوطن، عاد ليحول الحلم إلى حقيقة. الجثمان يرقد هنا والروح في العلا والحلم في القدس ينتظر على بعد قبلة من هنا. أبو عمار الله يرحمه زلمي زلمي محترم وعقد حاله، زلمي كويس كان للشعب وكان للأم كلها. أبو عمار رجل فذ، وأبو عمار من الجماعة المخلصين، هو اللي أوجد فلسطين في المحافل الدولية، هو قائد تاريخي يعني من القادة اللي في العالم ما فيش زيه يعني إلا قليل، الله يرحمه. هو كان مؤسس الثورة الفلسطينية وتاريخ يخلد، عمره ما راح ينتسى أبو عمار بتاريخ فلسطين، القضية الفلسطينية أول ما بلشت لها. الله يرحمه، بكى حنون زي الأبو الحنون على شعبه. أبو عمار كان رمز الشعب الفلسطيني، رمز الكرامة ورمز الصدق ورمز الأمانة ورمز الكلمة الطيبة. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. مثل أبو عمار ما بالله، مثل جمال عبد الناصر في مصر. أبو عمار، أبو عمار رئيس كبير، وشو بدي أقول واحد، قد ما يقول واحد عن أبو عمار ما بيجزش. أبو عمار الله يرحمه، منين يجيب أبو عمار الله يرحمه ويحسن إليه؟ يا سلام، الله أكبر، الله أكبر من نصر لأبو عمار. في 26 سبعة كنت في مهمة، عائدا من مهمة في لبنان، وكان الأخ أبو عمار ومع مجموعة من الإخوان 12 واحد وأنا 13، فالتحرك إلى الأرض المحتلة في أول دورية للأخ أبو عمار. الأخ أبو عمار كان يعني بجوز في هذه الدورية، كان الأخ أبو جهاد رحمة الله عليه يريد أن يدخل بدلا منه، ولكن الأخ أبو عمار مش متزوج أولا، وعلى رأيه هو أنا يا أخوي إذا كان استشهدت ما حداش يبكي علي. أما أبو جهاد عندنا أختنا انتصار أم جهاد، وبالإضافة كان أبو جهاد قبل فترة وجيزة في إله ابن طفل توفاه الله بعد أن سقط عن البلكون في دمشق، فقال لي يعني هاي مصيبة، ولذلك أنا بدي أنزل. المرة الأولى اللي قابلت فيها رحمه الله كانت عام 67، كان بعد ما رجع من الأرض المحتلة، وأنا كنت راجع من دورية من الأرض المحتلة أيضا، التقينا في الهامة في الشام، ويعني تصادف أنه الدورية الأخرى اللي كنت مشارك فيها فشلنا في عبور النهر لأنه كان الشتاء قارس وأمطار غزيرة لدرجة أنه مياه النهر طفت على الجانبين، وسمعنا منهم كلاما قاسيا، كيف نهر بلادكم يحول بينكم وبين بلادكم؟ ثم توجه معنا إلى الغور، إلى الكرامة، يعني الكرامة كانت نقطة عبور، وعبر أمامنا ورجع وعاد ليرينا بأن النهر يمكن أن يعبر. تحركنا إلى منطقة قباطية،
لأنه في إن كان مجموعة سبقت نزول أبو عمار هناك وأسسنا قاعدة في إن قاعدة مركزية في قباطية لاستقبال أي عدد ممكن من الإخوان والتجهيزات اللي بيحملوها. فوصلنا مشارف قباطية أيضا مشينا طول الليل صباحا أو مع يعني إنشاء الصباح الفجر وصارت واضحة. وإذا إحنا بدنا نطلع في الجبال الشرقية تبع قباطية وإذا الفلاحين وأصحاب الأرض نازلين على أرضهم، فالمنطقة اللي إحنا فيها لا نستطيع فيش فيها تمويه، يعني لا في شجرة نتخبى أو نختفي تحتها أو مغارة نلجأ لها. يعني تقول كابلين البلد وإحنا يجونا مجموعات من قباطي ومن جميع البلاد يجوا مشان إيش يتدربوا ينضموا لتنظيم فتح. أبو عمار بكى في تحت الزيتون هاي نايم هنا تحت الزيتون هاي بكى، جيت عليه بقول له أبو عمار بدنا نأخذ مصاري نروح نجيب أكل ما أكل. قال لي تقول ليش أبو عمار؟ قل لي أبو محمد. طبعا أخذت مصاري منه ورحنا جبنا أكل للشباب. ذاك لابس مش الكوفية، ذاك لابس كوفية بيضة. لما أنهيت أنا أول دورة تدريبية بعد حرب حزيران في الهامة وخرجنا هو وكان يعني بيطلق الرصاص على ارتفاع بسيط يعني حوالي 30 سنتي وبقول اللي بتحرك بيرفع راسه بروح يعني لازم تضل تزحف. بعديها جيت بدنا ننزل دورية فسماني هو يعني الاسم، قال نسميك اسم، ايه رأيك بقى الاسم يكون؟ فأنا قلت له من عارف كنت مسمي أنا أكرم فقال ايه رأيك عباس؟ فكان أبو لطف موجود وكان اسمه بشير المغربي وابو عمار كان اسمه الدكتور ابو محمد. فقال ايه رايك عباس مني عباس؟ فقال ابو لطف الزكي. في بدايه صيف 64 كنا نلتقي في دمشق، ومن حسن الحظ ان معظم اعضاء القياده كانوا يلتقون في ذلك الوقت، وبدانا نبحث في بدايه في صيف 64 يعني شهر 6 وشهر 7 نريد أن نبدأ الانطلاق، وهذا كان قرار تاريخي نبدأ أو لا نبدأ. واستمر النقاش بيننا شهر 6 بالكامل، شهر 7 بالكامل، ونصف 8 تقريبا، أن نبدأ أو لا نبدأ، وهل وما هي محظورات البدء وما هي فوائد البدء وما هي محظورات التأخير أو التأجيل. هنا كان الخلاف بين القيادة، وكان المتواجدين 9 وفي خلاف حاد. البعض يقول يجب أن نبدأ مهما كانت الإمكانيات المتوفرة بين أيدينا، البعض الآخر يقول لا يجب أن لا نبدأ إلا ولدينا كل الإمكانيات حتى نتمكن من الاستمرار. وإذا بتلاحظ كلا الطرفين عنده منطق، يعني واحد بيقول يا أخي ما لدينا نبدأ ثم نستمر بما يأتينا، البعض الآخر يقول لك لا بركين قطعنا من أول عملية أو ثاني عملية فلازم يكون في عنا إمكانيات. الحقيقة وهنا خرج شعار أو خرجت تسمية إنه في ناس مجانين والناس عقلانيين، ولكن بالنتيجة أخذنا القرار بصوت صوت واحد يعني، وهذا الصوت من حسن الحظ كان صوت إضافي يعني، إنه لابد أن نبدأ في 1/9/64. يمكن لا أحد يعرف هذا التاريخ أو لا أحد يعرف هذه الحادثة، وفعلاً قلنا لأبو عمار على بركة الله بإمكانك أن تبدأ بما لديك من إمكانات. طبعاً كانت إمكانيات بسيطة جداً، متواضعة جداً، وأشخاص بسطاء، ويعني مجموعات موجودة في دمشق موجودة في الأردن، وكلنا له خلاص على بركة الله في 1/9. في الكثير من المفاصل كان استمرارنا
كثورة يرجع الفضل فيه للشهيد أبو عمار شخصيا، كان قراره هو الأصح. أنا أذكر بعد الأحداث المؤسفة في الأردن رفع شعار بأنه الكفاح المسلح انتهى، وبعض الفصائل حلت أجهزتها العسكرية. أبو عمار قال الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيك، وذهب إلى وذهبنا معه إلى جبل الشيخ نواجه قسوة الشتاء والثلوج وقسوة القصف الإسرائيلي، وبعدها أصبحت تلك المنطقة تدعى فتح لاند. بالنسبة للعلاقة بالرئيس الراحل أبو عمار، أعتقد هي كانت قبل الانطلاق بأشهر قليلة، هو قام بزيارة إلى منطقة الخليل واصطحبته لعند شخص لا زال على قيد الحياة اسمه الحاج عبد الله في إذنه، وكان الحاج عبد الله بيدخل على إسرائيل وبيجيب أحيانا أشياء من هناك منشان بنهب يعني شيء. فالأخ أبو عمار حاول إقناعه للرجل إنه ليش تتعذب وتجيب بقرة ولا تجيب لك حاجة، أنت جيب بندقية أديك ثلاث أضعاف اللي بتجيبه. فالرجل نادى علي على جنب قال لي شو اللي جايبه هذا، بده يعدمني، إيش بدي أجيب بندقية، إحنا ما بنروح نجيب لنا شغلة من إسرائيل. ففعلا أنا سألته للختيار ليش هيك، قال الله خط طلق وقتني برشاش، ومدام بيقدر ينزل وكذا ليش يضيع جهده على أشياء فاضية، وهذا بنطوره بحيث أنه يصير مقاتل بكرة. التحقت أنا بالحركة في الشام، وهناك طبعا من خلال وجودي في مواقع الحركة في دمشق يعني كانت العلاقة مع الأخ أبو عمار الله يرحمه أكثر قرب وأكثر التساق، على اعتبار كنا في ذلك الوقت مجموعة صغيرة كثيرا وما كانش فيها يعني التشكيلات الكبيرة التي ترتب عليها سلم هرمي من المسؤولية، سلم كبير من هرم المسؤولية في هذا المجال، وكانت علاقتنا مباشرة. وتعرف الأخ أبو عمار الله يرحمه من الناس اللي يعني المتابع للعمل والمتابع بشكل مهم كثير ودؤوب وبلا ملل، وهي طبيعته على فكرة من اللحظات الأولى. والأخ أبو عمار يعني نستطيع أن نقول يعني أنا منذ معرفتي فيه وهو يعني هو أساس أو هو تقريبا الركيزة الأولى للعمل العسكري، هو الركيزة الأساسية للعمل العسكري لقوات العاصفة ولحركة فتح في ذلك الوقت. أبو عمار كان بارزا وكان أكثرنا تضحية وأكثرنا حركة وأكثرنا خبرة، رجل له خبرة عسكرية وهو مهندس، إحنا أغلبنا كلنا ما عندناش أي خبرة، فهو كان قادر على أن ينشئ الخلايا العسكرية، يفرق بين الرشاش مش عارف الآلي ونص الآلي وغير ذلك. كان بالأساس ضابط، كان وكان ضابط احتياط في الجيش المصري، وبالتالي وعنده فكرة يعني تقريبا الموضوع لابسه. إلى أن جاءت 68 صار في لعب في الساحة الفلسطينية ولعب عنا داخل الحركة، فرأسا احنا أخذنا مبادرة وسميناه الناطق الرسمي باسم الحركة. تعرف على الرئيس أبو عمار عندما ذهبت إلى التدريب في السلط في معسكر كان يطلق عليه معسكر 99، فكان قائد المعسكر أبو نضال، وتدربنا عسكريا كتنظيم طلابي من لبنان، وحضر لأول مرة أرى الأخ أبو عمار، حضر وألقى فينا محاضرة. أي سنة هذا؟ سنة 1968.
وألقى فينا محاضرة عن المسلكية وعن الانضباط وعن فلسطين، وحفزنا بشكل كبير جدا بحيث أنه أصبح عندنا الحماس والنظرة إلى فلسطين وتحرير فلسطين أصبحت هدف لجميعنا بعد أن رأينا أبو عمار وسمعنا منه هو وبعض أعضاء القيادة. عرفته في 67 في معسكر الهامي بعد النكسي، كان هو اللي بدربنا كيف نفك ونركب الكلاشينكوف ويشرف على تدريبنا، هو والنقيب مجاهد الله يرحمه. فعرفته عن قرب وهو عرفني عن قرب، وكان يعني كان بيسمع عني انه في اتحاد طلاب وكادر ونشيط ومن هذا الكلام، فبعتني هو اللي اختارني على الكلية العسكرية في نانكين في الصين في عام 67 برفقة الأخ المرحوم أبو صبري وشهداء معظمهم استشهدوا، يعني فضل منهم القليل جدا، الحاج إسماعيل، الأخ هاني الحسن، أما أبو الهول استشهد، منير استشهد، كلهم رؤوف كلهم تقريبا استشهدوا. يعني أنا التقيت الشهيد الكبير أبو عمار لأول مرة في عام 1968 في الأغوار في منطقة قرب دير علة، وحقيقة أنا في ذلك الوقت لم أكن في حركة فتح، كنت في الثورة الفلسطينية ولكن كنت في منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية الصاعقة اللي كانت تابعة لحزب البعث في سوريا، ولكني كنت يعني في ذلك اللقاء أشعر بأني أقف إزاء رجل تاريخي، كنت رأيت صورته لأول مرة منشورة على غلاف صحيفة التايمز، وكانوا حاطين بدل أبو عمار كاتبين شخص اسمه أبو عمر. صحيفة التايمز لم يكن يعرفوا عندما انطلقت فتح في عام 1965 الثورة الفلسطينية، كانوا حاطين هذا الغلاف. أواخر 65 وكان يقود عملية كانت تستهدف إحدى المستوطنات في الجليل الأعلى على الحدود اللبنانية، وتعرف مسك في لبنان ومكث تقريبا فترة يمكن شهرين أو 3 شهور في المعتقل في لبنان إلى أن أفرج عنه. وفيما بعد تعرف في العمل لما بعد حرب حزيران 67 وسقوط الضفة الغربية، هو كان من المبادرين من اللحظات الأولى للالتحاق أو للدخول إلى الضفة وغزة ولقيادة العمل العسكري في هذا الموضوع. وما بشكل أخ أبو عمار نستطيع أن نقول هو يعني لازم نقول هو الأستاذ العسكرية الفلسطينية الحديثة أو الثورية بلا منازع وبلا نقاش، لأنه هو مؤسسها وهو اللي أشرف على تدريبها وهو اللي أشرف على تطويرها، وفيما بعد هو مسؤوليته كان القائد العام لكل قوى الثورة الفلسطينية العسكرية بما فيها جيش التحرير عبر إطار منظمة التحرير بشكل آخر. اللقاء الأول مع ياسر عرفات يعود إلى أواخر العام 69، كنت في 14 من عمري طالبا في الإعدادية، جاء إلى مخيم الوحدات للتعزية في أحد شهدائنا من الأقارب، استشهد على ما أظن في معركة عين عروس في الضفة الغربية. يومها كان ياسر عرفات أقرب إلى اللغز، إلى الأسطورة، نسمع به ولا نراه كثيرا، لم تكن ثورة إعلام واتصالات. كان الفدائي الذي يهبط من الجبل إلى المدينة في تلك الأيام، جاء برفقة مرافق واحد وتحدث عن الثورة وعن القواعد وعن الجبل وعن الاستشهاد وعن المناضلين وعن فلسطين وعن التحرير وعن العودة.
كان الفضول عارم عند الحضور، ومن بينهم الطفل الذي كنت عليه في تلك الأيام أو الفتى الذي كنته في تلك الأيام. استبقيناه بعد ضغط شديد لتناول طعام الغداء، جلست بينه وبين والدي رحمهما الله، الآن كلاهما متوفى. وأذكر تماما أنه خاطبني بالشبل، وكنت بحاجة لمعرفة ما الذي يعنيه يعني في تلك الأيام، فقيل لي أن هذه الثورة جيل بعد جيل، وأننا الجيل الذي سيلي جيل ياسر عرفات، جيل الانطلاقة وجيل أول الرصاص. وإلى أن تتحرك جميع أمتنا العربية لتقف معنا في خط النضال الأول وفي خط الكفاح الأول، وإنني أقول باسم هؤلاء الثوار جميعهم أن ثورتنا الفلسطينية ستظل مشتعلة لهابة حتى التحرير والنصر إن شاء الله. في 67 طبعا انهارت كل الجبهات العربية، نعم. وأنا كنت لسه في الدوحة وجيت على دمشق، لقيته بسيارة الفولكسفاجن هاي، ما زالت هي نفسها ما في غيرها، ومطينها وحاطت هيك فتحات صغيرة. أقول له أبو عمار إيش اللي ما خلصت، انهزمت أمي كلها. قال لي دول هم اللي انهزموا مش إحنا، إحنا لازم نكمل. السيارة ما زالت صافدة، ولذلك لابس الكوتيك هذا المموه وسيارته مموهة، وكأن شيئا لم يحصل أبدا، في هزيمة بس احنا نكمل. وفعلا كان يكمل، كان يدور في الجبهة على سلاح ملقي هنا أو هناك مشان يسلح فيه المقاتلين. لا شك أنه ظاهرة عالمية، هو الشخص الذي استطاع أن ينتقل من طالب إلى مكافح إلى ثائر إلى قائد ثورة لها أبعادها الدولية، ثم أن يدير مسؤولية سلطة، وكقائد من الخارج يعود إلى فلسطين وتطأ قدمه أرض فلسطين الحبيبة عليه، أمر أنا أسجله أنه سجل تاريخي. نحن معا ناضلنا على مساحة 40 عاما، بنينا معا الثورة الفلسطينية المعاصرة، بنينا معا منظمة التحرير الفلسطينية، استعدنا لشعبنا معا حقه بالوجود، وننتزع في يومنا حقه بممارسة هذا الوجود على أرضه بدولة مستقلة، على أراضي المحتلة وعاصمة القدس العربية المحتلة. أعدنا فلسطين على خارطة فلسطين، على صدر المجتمع الإسرائيلي، على الحياة العربية والحياة الدولية. انتزعنا هذا كله في أوائل السبعينات، وبالتحديد كنا قد وصلنا إلى هذا كله عام 74 بعد حرب تشرين أكتوبر، وقررنا هذا كله في المجلس الوطني الفلسطيني معا جنبا إلى جنب والأخ أبو عمار، وعليه انتزعنا قرارات قمة الرباط العربية بالاعتراف العربي لأول مرة بأن شعب فلسطين موجود وله الحق بالوجود، والاعتراف العربي الشامل بحقه بتقرير المصير والعودة والدولة المستقلة عاصمة القدس العربية في إطار تسوية سياسية شاملة فلسطينية وعربية. أيضا على قاعدة ما أنجزناه وهي إنجازات استراتيجية كبرى، عبرنا الأطلسي ودخل أبو عمار قاعة الأمم المتحدة رافعا بيد غصن الزيتون وباليد الأخرى كفاح شعبنا، ومناشدا الأمم المتحدة لا تتركوا غصن الزيتون يسقط من يدنا. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. أذكر أنه قبل الاجتياح بأقل من 48 ساعة حضر إلى الجنوب صيدا، وقال
كان الوضع خطير، وقال الإسرائيليون قادمون، هناك معركة كبيرة. كان واضح قلقه، كان واضح تماما. وفعلا بعد ساعات بدأ الاجتياح، كان موجود وكان متواجد في كل مكان في بيروت، وكان مستهدف. وفي إحدى المرات العمارة التي كان متواجد فيها قصفت بالقنابل الذكية بعد أن غادرها بدقائق دقائق. وللتاريخ معظم القيادات وافقت على أن تخرج من بيروت تحت علم الصليب الأحمر إلا هو رفض ذلك، رفض ذلك رفضا قاطعا. ما أذكره عند الخروج من بيروت، أنا خرجت معه من بيروت إلى أثينا، كان على السفينة التي أبحرت من بيروت إلى أثينا، كان في وداعي كل قادة الحركة الوطنية اللبنانية، وليد جنبلاط ومعه محسن إبراهيم ومعسوب جورج حاوي رحمه الله، وكل قيادة الحركة الوطنية اللبنانية كانوا في وداعي. عندما غادر بيروت بقي ينظر إلى بيروت إلى أن غابت بيروت عن ذهنه. اقتربت منه وسألته إلى أين ذاهب يا أخ أبو عمار؟ قال لي إلى القدس. This is a part of the long march to our independent states, to our capital Palestine, Jerusalem. كان خارجا من حصار شارون، نجا من ملاحقة الطائرات ومن عدسة القناص، ومضى في رحلة أوديسية محملا بنهاية مرحلة ليقول أنا ذاهب إلى فلسطين. فعندما تجلس إلى حديثه لا تمل من هذا الحديث، ويتحدث في جميع الشؤون، يحاول أن يبعد عن السياسة ما أمكن، وأن يكون إلى الطرف الإنساني أكثر ما يمكن، خاصة شعوره العاطفي نحو القدس ونحو الصلاة في المسجد الأقصى. وكان دائما حلم الذي لا يقف، ويتحدث فيه في كل مرة أقابله أو أوده، يقول إن شاء الله المرة القادمة نصلي سوية في القدس. عندما كنا في بيروت يعني في العصر الذهبي للكفاح المسلح، وفي حالة النهوض الكبيرة التي شهدتها الثورة الفلسطينية، كان يتفيأ ظلال هذه الثورة العديد من المثقفين والمبدعين العرب الذين أغلقت في وجوههم الأبواب وفتح أمامهم باب الثورة الفلسطينية وعاشوا يعني في ظلالها. من هؤلاء الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة. لميعة كانت ترى في الرئيس أبو عمار صورة البطل، وكانت دائما تكتب عنه القصائد. ذات مرة كتبت قصيدة عن الرئيس أبو عمار، وانتشرت القصيدة في بيروت ولكنها لم تصل للأخ أبو عمار. فبذكر يوم من الأيام في وقت متأخر من الليل رن جرس الهاتف، كان الدكتور رمزي، قال لي الرئيس أبو عمار يريدك، وقال لي على الهامش إذا عندك القصيدة الأخيرة للميع عباس عمارة هاتها معك. وفعلا ذهبت إلى مكتب الرئيس في الفاكهاني، كان ذلك ربما في 79 أو 80، ووجدت أيضا على الباب محمود درويش، هو أيقظني وأيقظ محمود درويش لكي يسأل عن القصيدة.
كانت القصيدة معي. عندما دخلنا عند الرئيس أبو عمار بدأ يسألنا، فمحمود درويش قال له يعني في آخر الليل جبتنا حتى تسمع القصيدة، قال له نعم، وين القصيدة؟ أريد أن أسمعها. فكانت القصيدة في جيبي، قرأت له القصيدة. القصيدة بتقول فيها الشاعر لميع عباس عمارة: صنو الملوك ويطلبون رضاه، يختال من زهد على دنياه، لا بيت سرج داره، ومروره حلم، وبغتة ضيغم مسراه، كل الشعوب توحدت في شعبه، وحدوده أن تشير يداه، يدعونه الختيار ذاك لحكمة، وأنا كما الطفل النقي أراه، لولا جلالة قدره ولكونه رمز الفداء لخلتني أهواه. فابتسم أبو عمار وأشار إلى البيت الأخير اللي بيقول لولا جلالة قدره ولكونه رمز الفداء لخلتني أهواه، وقال دا بيت القصيد. وضحكنا وضحك أبو عمار، يعني هو كان يتمتع دائما بخفة الروح وبالدفء الإنساني العميق. بدأ يسأل عن القدس وعن إجراءات الاحتلال في القدس وما تقوم به إسرائيل من حفريات تحت أساسات المسجد الأقصى. وفي ذلك الوقت أذكر أن إسرائيل في تلك السنة أدخلت متفجرات إلى ساحات المسجد الأقصى في محاولة لتفجيره، وذكرت له كيف أن حراس المسجد الأقصى يعني أشعرون في الهيئة الإسلامية، وكانوا يعني العيون الساهرة التي أنقذت المسجد الأقصى من تفجير هذه المتفجرات الإسرائيلية. كنا دائما نلمس حرصه على الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية الإسلامية المسيحية، وكان يجسدها حقيقة بمواقفه، بلقاءاته، بكلماته. دائما كان يذكر المقدسات المسيحية والإسلامية، كان ينوه لهذا الموضوع. أبو عمار كان حريص على الوحدة الوطنية. أنا أذكر أثناء جبهة الرفض عندما طلب نظام عربي منه ألا يتدخل عندما يضرب جبهة الرفض أو هو يضرب جبهة الرفض أو يضرب مع جبهة الرفض، قال لن نسمح لكم بضربهم ولن نضربهم. لم يكن يقبل بضرب الوحدة، لم يتآمر على فصيل، لم يتآمر على فصيل. مؤمن بأننا نحن على حق، وأن حتى لو خرج من بين صفوفنا من انشق علينا فهو ابن عاق سيعود، وإذا عاد كان بيفتح له الحضن. ولقيت الشباب بيقولوا لأبو عمار الدبابات صارت على قريبة من باب المقاطعة، فقال لي أنت شو جابك؟ أنت كنت هون؟ قلت له لا أنا جيت عليك. قال لي طب ليش جيت؟ قلت له جيت حصر معك. فسكت على الباب. قلت له أخ أبو عمار قبل ما يصلوا الدبابات المقاطعة أحمد سعدات والشوبكي واللي قتلوا زئيفي، قال لي هم وين؟ قلت له عندي في المكتب بدي اجيبهم. قال لي فورا لما اجوا يفاوضوا اخر يعني نهايه الحصار على من اجل تسليم او من اجل نقل الاخوان الاخ احمد سعدات والاخ فؤاد الشوبكي والاخوه الاربعه اللي كانوا عاملين عمليه مقتل زيفي وزير السياحه الاسرائيلي، انه صار في تسويه وحل دولي بريطاني امريكي انه نقلهم من هون الى اريحه بحيث انهم يقيموا في اريحه في سجن اريحه
اللي محكوم هي موجود في سجن، واللي من الأخوان الأخ أحمد سعدات والأخ فؤاد شوبكي كان يرفض الأخ الرئيس أن يقول إنهم هدول سجناء، كان يقول هدول أخوان موقوفين أو يعني إحنا مستحفظين عليهم مشان الإسرائيليين ما يؤذوهم أو يقلوا القبض عليهم، هما عنا أمانة وعنا ضيوف. قال لي شو عملت؟ قلت له أخ أبو عمار طلبوا مني، أنا واقف وقاعد، قلت له طلبوا مني قائمة بأسماء الموجودين عندك وبدهم يتسلموا البعض، وقلت له في الجواب لن أسلمكم شيء، وإذا بدكم تقصفوا المقاطعة على من فيها اتفضلوا يموت بكرامتهم. وقف ياسر عرفات باسني من هون ومن هون ومن هون، وقال لي طول عمري أنا بقول ارسل حكيمة ولا توصي. مثلا بعض الذين انشقوا عليه وقاتلوه عندما وقعوا في الأمراض أو بعدما وفاتهم كان هو الملاذ لزوجاتهم ولأبنائهم، كان يرسل أبنائهم إلى الجامعات، وكان يدفع من ميزانيته الخاصة للزوجات عند المرض.